النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم كانت أجواء ربيعية دافئة في عموم مناطق المملكة، درجة الحرارة كانت حول إلى أعلى بقليل من المعدلات مثل هذا الوقت من العام، وانتشرت كمية من الغيوم العالية بدون فعالية. نستعرض الآن وإياكم صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث ساءت أجواء صافية بشكل عام خلال ساعات الصباح، لكن عبرت أجواء المملكة كميات من الغيوم العالية بدون فعالية مع ساعات الظهيرة والعصر. نتحدث الآن عن درجات الحرارة وتوزيع الكتل الهوائية المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة اعتبارا من نهار اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء. يوم الأحد يستمر تأثر المملكة بهذه الكتلة الهوائية التي تجعل درجة الحرارة حول إلى أعلى بقليل من المعدلات مثل هذا العام، لكن اعتبارا من يوم الاثنين تنخفض درجات الحرارة لتصبح درجات الحرارة حول معدلات مثل هذا الوقت من العام. تكون الأجواء ربيعية دافئة المملكة خلال ساعات النهار، لكن خلال ساعات الليل تنخفض ليكون الطقس مائل للبرودة خاصة خلال ساعات الليل المتأخر. يوم الثلاثاء يستمر تأثر المملكة بنفس الكتلة الهوائية، حيث تكون درجة الحرارة حول معدلات مثل هذا الوقت من العام. تتشكل كميات من الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح الباكر، سرعان ما تتشكل هذه الغيوم، لكن اعتبارا من يوم الأربعاء بإذن الله سترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي وملموس لتصبح أعلى من معدلات مثل هذا الوقت من العام من جديد، بسبب اندفاع لكتلة هوائية حارة نسبيا نحو عموم منطقة بلاد الشام. تعمل كما ذكرنا على ارتفاع في درجات الحرارة، طقس حار نسبي خلال ساعات النهار يصبح دافئ خلال ساعات الليل. ننتقل الآن للتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية بشكل عام، 20 درجة مئويا ملموسة 19، الرطوبة حوالي 60% والرياح تكون خفيفة السرعة. نبقى في العاصمة عمان والتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة. يوم الاثنين انخفاض على درجات الحرارة مقارنة بنهار اليوم، تسجل 28 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 16 درجة مئوية، نفس الحرارة تقريبا من يوم الثلاثاء 28 درجة مئوية كحرارة عظمى، ترتفع ليلا لتسجل 18 درجة مئوية. أما يوم الأربعاء كما ذكرنا هناك كتلة هوائية حارة نسبيا تبدأ تأثيراتها على المملكة، ترتفع الحرارة بشكل ملموس لتسجل 33 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 22 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.